هذا الحوار. محمد علي بشر أحد قيادات جماعة الإخوان، ذهبنا إلى قريته كفر المنشي بشبين الكوم محافظة المنوفية، وسألنا الأهالي، سألنا الأهالي عنه، خاصة أنه من قيادات جماعة الإخوان اللي كان فيه لغز شديد يتعلق لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن. أنت صنفت الإخوان على أنها جماعة إرهابية، وبالتالي كل قيادات جماعة الإخوان هي جزء من العمل الإرهابي. لما كنا بنسأل فكانت بعض الجهات في مؤسسات الدولة يقولوا والله إحنا بنستفيد منه ويتم الحصول على معلومات من خلال الاتصالات التي تتم معه. جهات التحقيق وجهت له اتهامات، طبعا كان بيسافر وكنا بنقول كيف يسافر ويعود. جهات التحقيق اليوم وجهت له اتهامات بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج، خاصة أنه تم تسجيل كل هذه الواقع. وبالتالي هي هنا فلسفتهم في أنه نسيبه، نتركه حرا حتى نتمكن من رصد بعض الاتصالات اللي تفيد في مواجهة الإرهاب، وكلها بأذون قانونية وقضائية. قلنا نذهب إلى قريته ونسأل الناس عنه. قيادي إخواني غامض حول نقابة المهندسين في وقت من الأوقات أثناء اعتصام رابعة كما كشفنا وكما فضحنا، إلى مكتب إرشاد جديد، وحنجيب لكم ملخص يعني إذا لحقنا بذلك في نهاية هذا الجزء عن الاتهامات اللي كانت بتوجه لمحمد بشر حول نقابة المهندسين على اعتبار أنه من معالم النقابة كما كانت تصفه جماعة الإخوان، إلى مكتب إرشاد، وكانت تدار بعض العمليات خلال اعتصام رابعة من خلال نقابة المهندسين. تم القبض على محمد علي بشر وتم توجيه اتهامات له بالانتماء بالتحريض على الإرهاب وأيضا بالتخابر مع جهات أجنبية. ذهبنا إلى قريته وسألنا الناس عنه. هذا الرجل أفسد الحياة في هذه القرية وأوقع بين الناس، واخبر حضرتك، وتستر بستار الدين. كان المفروض من قبل كده بكتير ما سيبش محمد بشر، لأنه معروف تاريخه إيه، معروف الإخوان المسلمين تفكيرهم إيه، اتجاهاتهم إيه، فما سيبوش علشان مفاوضات ولا غير مفاوضات مع الإخوان المسلمين. دول ما ينفعش معاهم مفاوضات. إحنا سمعنا إن نقابة المهندسين ومدارس التربية الإسلامية اللي كان بيشرف عليها كانت إحدى أوكار تخزين السلاح والاجتماعات السرية، وفي مرة من المرات خاصة مدرسة التربية الإسلامية اللي إحنا أيام اعتصامنا قدام المحافظة كان في متجمهر عدد من الناس، ونزلنا عدد كبير من الشوم والأسلحة البيضاء. هما كانوا بيجهزوا علشان يعتدوا علينا في الاعتصام، وقت ما العدد يهدى بالليل بنبقى العدد بيقل ونبقى احنا اللي موجودين سهرانين في الاعتصام، يعتدوا علينا بالليل. فجالنا اخباريه وقعدنا وقفنا شباب يراقب اللي داخل واللي طالع لحد ما لقينا شوم بيخش، ومن جمعنا احنا الشباب وهجمنا على المدرسه، والشرطه كانت معانا وطلعنا منها كل الحاجات اللي قلت حضرتك عليها دي كلها من قلب المدرسه. هنا المدرسه اللي بتعلم الاطفال، بيعلمهم الشوم والعصي والطوب علشان يهجموا على الاعتصام. مستشفى المواساك مسيرات الاخوان ليها تبتدي منها وتنتهي ليها، لدرجه ان احنا في مره من المرات دخلنا اكتشفنا انهم بيقفلوا المستشفى من جوه وبيأدوا فيها اجتماعات، وكان بتستمر المسيرات كلها كانت بتبتدي من مكان هنا، وخرجت عن اطار الخدمه الطبيه لخدمه المظاهرات الاخوان واتفاقاتهم واهداف جماعه مشبوهه ارهابيه. نروح نقدم في وظيفه ونروح نقول لنا لا احنا عايزين ناس تبقى لمصلحتنا احنا بس جماعه الاخوان، انما انتوا لا عشان تبع السيسي ومش تبع السيسي. كل اللي كان جاي يخدم البلد ما خدمهاش بسببه، وضيع علينا حاجات كتير، محدش دخل شرطه ولا حد دخل حربيه. يعني كل المناصب اللي في الدوله ضاعت مننا بسبب هذا الرجل. عاوزين ياخروا الدنيا مليون سنه. الدكتور بشر كان زمانه بقى وزير، كان زمانه بقى رئيس جمهوريه كمان، بس هو اللي ماشي في طيار يعلم بربنا، طيار ياخر الدنيا 1000 سنة، لانهم شايفين الناس كلهم كفر وهم المسلمين. ما عملش حاجه في البلد نهائي، ولا هو ولا غيره. هو مهندس العمليات اللي بينظم بعد وقوع اكثر القيادات،
لغايه الفتره الاخيره فوجئنا باهالي جبين الكوم ان هو ماسكينه بيترتب مع قيادات عشان يوم فاشل اسمها ثوره اسلاميه. خدوه من فوق مستشفى المواساه الساعه 2 بالليل، تم القبض عليه. واي حد ضد بلدنا احنا ضده. زي ما انتم شايفين محمد علي بشر ده اراء مختلفه من اهالي القريه التي ينتمي اليها، لحد ان بعضهم بيقول لك ده احنا بنتعاقب بسببه، ما حدش بيدخل من عندنا لا كليه شرطه ولا الكليه الحربيه. طبعا ما اعتقدش انه يتم مساواه كل اهالي القريه والصاق التهمه بهم بانهم اخوان يعني. لكن في كل الاحوال كان لغزا الابقاء على محمد علي بشر. كنا نسال، كان يقال لنا انه محمد علي بشر يمكن اجهزه الامن واجهزه التحقيق من الحصول على معلومات مهمه ومن خلال الاتصالات، كان كمان يسافر ويعود، وبالتالي كنا نتساءل القاء القبض على محمد علي بشر جاء بعد ان وقع بيانا يدعو فيه، طبعا بيؤيد المظاهرات اللي هتتم يوم 28 واللي هنتكلم عنها، هذه المظاهرات الوهمية اللي البعض بيسميها مظاهرات المصاحف، والمصحف بريء من هذه الدعوات. لكن محمد علي بشر كان يلعب دورا لجماعة الإخوان خلال الأسابيع وخلال الأشهر الماضية، لأنه الولاء للإخوان فوق أي ولاء، لا يمكن لا يمكن أبدا مهما خدعك مهما أوهمك، ولاء للإخوان فوق